قدر العلماء مالك والمهدي. لما قدم المدينة الخير جاء الناس إليه مهنئين ومسلمين ومرحبين حتى امتلأ المجلس عن آخره. اجتمع الناس يهنئونه ويسلمون عليه ويرحبون به حتى امتلأ المجلس عن آخره. فجاء الإمام مالك رحمه الله فتعجب الناس وقالوا: واليوم يجلس مالك، واليوم يجلس الإمام مالك آخر الناس. فوقف الإمام ونادى بأعلى صوته: أين يجلس يا إمام؟ نادى الإمام الخليفة المهدي وقال له: أين يجلس شيخك مالك؟ أين يجلس شيخك مالك؟ فناداه وقال له: عندي يا أبا عبد الله، عندي يا أبا عبد الله. فرفع ركبته وتخطى الإمام الناس حتى جلس بجواره على كرسيه. إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت عند الناس أهون.